un vote convaincu après avoir échoué pour les premières élections pour mon parti. Et là, je vote pour le bien du pays, pour qu'il n'y ait pas d'Daesh. C'est tout. C'est la chose la plus importante. Elle est à nos portes et on en a vraiment peur. C'est tout. مقتنع ما انا مش مقتنع انا مقتنع مقتنع اقتناع كامل مقتنع اقتناع كامل مقتنع بعدام الحاجه مش مقتنع بها غير خوف من ربي الخوف اما خوف هم كل متوازى كيف كيف اما واحد يعرف يسوق واحد ما يعرفش يسوق هذيك هي الحكايه فما فرق تركب مع واحد يعرف يسوق واحد ما يعرفش يسوق ما يعرفش يسوق واش يدخلك في حيط صحيح ولا كل يعرف يسوق وصلك لاباس قدرة رب كنا معاملين على ربي شده في الله بو بيان سور مقتنع مقتنع على الاخر سي لو ميم فوت ان توكا توا لا ماجوريتي هنا تونس 2 ليجيسلاتيف بروميي تور دوزيام تور براتيكمون راف العباد ماشيين سي لو ميم فوت دونك لو ريزولتا نورمالمون فا اتر لو ميم انا نجي نقول لك انا اللي صوت اللي نحسه في قلبي نحس معناتها باش بلادنا تريد باش نحسوا بالامان باش نرجعوا كما كنا باش كي نخرجوا ما نخافوش احنا تو ماعادش خافوا على رواحنا تو نخافوا على اولادنا نحبوا اولادنا يعيشوا لاباس يقراوا لاباس مرتاحين متهنين هذاك اللي به الفائده ما طالبين حتى شيء احنا جي فوتي بور كالكان كي فا ديريجي لو بيي فهمت واللي نتمنى منه فهمني كل خير واللي نتمنى منه فهمني باش تونس فهمني تستقر فهمني وفهمني الشيء اللي موجود فيها تويكا فهمني من فيما يخص الامن وفيما يخص فهمتي الاقتصاد وفيما يخص فهمني جميع المؤسسات فهمتني اللي هي فهمتني تويكا مهمشه واللي فهمتني ماهاش ماشيه فهمتني وبالاخص فهمتني في ميدان السياحه فهمتني وبالاخص في مساله قفوه المواطن فهمتني وغلاوه المعيشه هذا الكل فهمتني معناها انا صوت الانسان فهمتني اللي بقدره ربي فهمتني باش يقوم بالواجب من الناحيه هذه فهمتني ووعد الشعب فهمتني باش يقوم بالواجب من الناحيه هذه فهمتني وعلى اثر الكلام تاعو والوعد نتاعو فهمتني انا صوت لي اليوم صوتنا بوغ en ce qui me concerne convaincu plus ou moins pas 100% mais... certes ama rien من غير pour ce qui est sûr pour mais je sais pas contre انا مشيت pour un vote contestataire معناها j'étais pas convaincu ni par l'un ni par l'autre la frère on est je pense comme à l'instar de beaucoup de gens Donc j'ai opté pour un vote qui pour me convaincre vis-à-vis de moi-même. Car maintenant je suis مرتاح بيني وبين روحي على خاطر فوتيت au moins j'ai fait mon devoir. D'accord. Quel que soit on a le ressort, bah je suis convaincu. انا ما نجمش نزيد حاجه كبيره عليك على هو خاطر كان عندي كانديدا فوتيت له في البريمير تور نلقى روحي اوبليجي نفوتي لزوز ما نحبهمش ما نجمش ما نمشيش نفوتي اما كيما قالت معناها فوتي معناها هما انا في الحقيقه انا ضد الزوز انت ضد الزوز ما كيفاش اخترت ما بين واحد فيهم ما اخترتش ما اخترنيش نحن كان نقول لك انا كنت للزوز خاطر جو سوي كونتر واحد منهم يولي رئيس الحقيقه معناها مالوغوزمون من الله غالب نعطي لك حاجه نيونسي على الاخر ما اوبليجي انا الحقيقه مازلت ما عندي شكون على المخيم فما كونديدا اللي مثلني ان شاء الله على ليسونسييل في الاخر يكون شوا باهي هو ليسونسييل من بعد ودي باس المشاكل هذه كل خاطر الحق في الدين با ترو كونفينكو نو سي بور فير لو شوا سي تو سي بور فير ان شوا اي بور فوالا ايسيي ديليميني سيرتين تيت دو بوفوار فوالا عندك شانتيير قدامك انت ناس عدت لسنين صار ريان دوني يزمك دي شانجو كاو حتى توا سيبسي ما سي با سكي فا فير صحيح ولا لا اوني لا هاكا قاعد كيما واحد ديلتاتون هاكا ما شوف هذا مشاش شوف سيبسي زاد ما انا بلا مون دي فيز زاد Thank you.
لا مقتنعين 100%. أنا ساتيسفايين. مقتنعين 100%. ما أنا حتى مشكل. أنت مش باش معناتها. مش ماخذين خاطر. لا لا لا. مش خاطر يلزم نصوتوا، هذا حق من حقوقنا. نمارسوه كمواطنين. مصير هذا مصير. فهمتني؟ هذا مصير بلادنا، لازم نشاركوا فيه. ومقتنعين بالشخصية اللي انتخبناها. محل هذه أمور سرية تهمنا نحن. أما أنت معناتها يعني كل بكل قناعة. خفت مقتنع ولا كونتر؟ لا لا مقتنع، علاش كونتر؟ مقتنع علاش كونتر؟ مقتنع بالكونديدا نتاعك؟ مقتنع بيه ليش؟ من غير مش فوت بتاع خوف ولا؟ لا 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 فوت وحدي مقتنع بهيش. ما تبعت برامج، شفت برامج هذا برامج هذا ولا عجبني صوت له. سافا؟ سافا. ربي يعينك. نتاعك كان فوت سانكسيون بور ولا كونتر؟ كونتر شكون ولا مقتنع بالكونتر؟ لا لا مقتنع عادي، اللي انتخبت المرة اللي فاتت انتخبت المرة هذي. عادي ما فما حد شيء. من غير مش فوت نتاع خوف ولا فوت؟ لا 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 عادي، كيفاه خوف؟ عادي انتخبت عادي. فما برامج معناها قنعوك؟ بالطبيعة تفرجت واخترت وجيت وانتخبت. أنا مقتنع 1000% مقتنع، أول مرة في حياتي ننتخب. باش المرة جاية كي نتكلم في وسط المجتمع نعرف شنو نتكلم. مالا على حرية التعبير. على حرية التعبير ولا باش يقول هذا ايش بيه هذا؟ انتخبت مش واحد ما انتخبش بعد يقول لك ايش بيه أنا ذاك فلان وفلان. مقتنع مقتنع. انتخب أنت مش خوف ولا حاجة، فما برامج. خايفة من حد يخليك. تغيير. حبوا الغير بيدو اللي نخبت المرة الأولى بيتي ما هو المرة الأولى من التشريعية وكان نفسي